طب التقيلة يا دكتور، ليه التقيلة؟ التقيلة اللي خلت حضرتك قفلت من كل حاجة واعتزلت كل شيء وخرجت من الكواليس. كواليس ايه؟ البسي قفة، انزلي بقفة، انه ازاي هينظر لي. كويس انك اثرت الموضوع ده. ايوه كويس انك اثرت. هي هبلة ومسكوها طبلة مع الاسف واثرت في ناس كبيرة. دي انا ولا ايه؟ يا فندم يا فندم انا فاكر الفيديو زي ما انا فاكر لقائي معاك دلوقتي. قلت الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها 9 مرات. والله يرزقه بحاكم عادل يقتص لها. رزقه الحمد لله. انيت ناس الكلام ده، ما الكلام ده وحش. بقول اللي هي مش سترة نفسها. يا بنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، البسي قفة وعيشي. قفة دي ايه في اللغة العربية؟ كناية عن أي شيء خشن. بلاش النعومة في الزمن اللي فيه العيال مش لاقية تتجوز. الكلام ده يغلطه حد إلا إذا كان واحد تايه في التوهان في زمن الشباب فيه شغال وقادر على فتح بيت. عايز يمشي في الشارع يلاقي الغندورة. اتغندري لما تكوني هتتجوزي، وما تتغندريش لما تبقي عايشة في زمان كله عايز يمتع نفسه من غير جواز. بط ولكن النصيحة بتاع الأب، احتشمي يا أمي، هتشغلي عيل بمنظرك. العيل ده قدامه 60 سنة. هي كانت محتشمة يا دكتور، ما كانتش محجبة. يا فندم أنا ما ربطتش بين الفلانة الفلانية، مش عايز أقول اسمها، وبين اللي أنا قلته. ما هي الناس بقى ربطت بدليل بيان المجلس القومي للمرأة. الربط ده هيحاسب عليه ربنا يوم القيامة. يمكن عشان حضرتك يعني نعيت، وبعدين في بقيه الحديث قلت انه احتشمي والبسي قفه. يعني الفيلسوف بقى، الفيلسوف يحلل زي ما حضرتك بتحللي. المفروض اللي بيسمع يفرق بين يفرق بين دعائي بالرحمه ليها يا رب واللي زيها 9 مرات. كفايه دعوه امها. الله اعلم، يمكن حد تاني مستجاب الدعوه اكتر من امها، الله اعلم. ماشي كده بس. بلين في حاجة في الإنجليزي اسمها ذن. قولي بقى للبنات الأخريات نصيحة يتعلموا إيه من كده. وعندنا نظرية علمكة، شوف أنا مضطر بقى أعجن في الكلام إزاي. في نظرية علمكة. أعجن براحتك. أه في نظرية علمكة بتقول الكلمة لا تؤخذ من سياقها. يعني ما تطلعيليش أفة وتتكلمي على أفة. يا دكتور ما حضرتك أهو بتقول دخلي كلمة أفة في كلامي. البسي أفة وعيشي. لما اقول لها وانا ابوها البسي خيشه، يعيبها في ايه؟ هتجيب خيشه وتلبسها من الارض؟ ما بتفهمش الفرق بين الحقيقه والمجاز؟ يا اخواتي ما نهد الكليات دي ونضيع العلم ده. يا حبيبتي في كلام بيشتمل على مفردات، انتزاع مفرده من الاسلوب شنه ورنه وقبح وقرف، حطها في جملتها. ربنا قال في القران وقالت اليهود يد الله مغلولة. ينفع تقولي يد الله مغلولة؟ لا طبعا. من غير قالت اليهود؟ لا طبعا. إنما لو قلتي وقالت اليهود يد الله مغلولة، الله يلعنهم ويلعن أبوهم واللي بيعملوا في غزة، ويبقى درس مستفاد. فلما حد يقول قال مبروك عطية البسي قفة وعيشي، يبقى حريص على حياة البنت كل الحرص. هيجي علينا زمن يا دكتور اختار لبسي على اساس. هيجي ان شاء الله. اختار لبسي واختار شكل حياتي وطريقتي ومظهري بناء على ناس ما عندهاش اخلاق في الشارع، او ناس ما عندهاش ضمير، الله يفتح او عليك. ذكر منزوع الرجوله. الله يفتح عليك. اليس من باب الحرص ان انا اقول لك اعرفي المجتمع اللي حواليكي ده ينهشك يبقى اداري. لا اله الا الله. والله انت حلقتك مباركه، وانا بحلف بالله لانها بتطلع من كنوز الفقه الاسلامي ما يعجز عن الانسان عن اخراجه في حلقاته. ده شرف ليا يا دكتور. الله يسترك. موضوع اللبس واللبس اللي احنا خدنا فيه شرايط وساعات موجود في الفقه في سطر واحد. تخيلي بقى، تخيلي قولي مفاجاه للناس. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، وعلموا الناس دينها. سطر واحد هعدي لك 10,000 كتاب فقه. أول كل كتاب من 10,000 باب الطهارة. وهنا باب الطهارة، وهنا باب الطهارة.
إيه هو السطر بقى؟ وجميع بدن الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها والرجل ما بين السرة والركبة. نقطة، خلصنا الدرس. لقى الحرة ببنطلون، جميع الحرة عورة، لقى التداري عورتها ببنطلون، ولا جاب سيرة تفصيل للبس، المهم تبقى مستورة ومفيش حاجة منها مثيرة. لكن في النهاية يا دكتور هو اختيار شخصي يحاسبها عليه رب العباد، والله يا وما تتأذيش وما تتهانش ومحدش يتطاول في حقها بسببه. هقول لك أنا بفتكر بس ضحكة مصطفى محمود مع طارق علام بحاول أقلده. والله بص أقول لك، حياتك تعرضت لهجوم شرس جدا، خليني تسبب إن حضرتك تقول أنا اعتزلت. اعتزلت الميديا والهدية دي خالص، ما عنديش طاقة بقى. ما علينا يعني. على طريقة مصطفى بيه محمود، الإنسان ربنا اللي هيحاسبه طبعا. هذه كلمة حق أريد بها باطل. يعني إيه؟ هو ربنا مش أرسل لنا رسل؟ طب ما هو اللي هيحاسبنا بيبعت رسل ليه؟